مرض الكورونا الجديد انتشر بشكل مخيف في العالم ووصل عدد المصابين إلى 10 مليون حول العالم. لكن هل تعرفون أن في لعبة انتشر فيها مرض مشابه لمرض كورونا؟ اللعبة هي World of Warcraft أو واو، والمرض كان اسمه Corrupted Blood. إيش قصة المرض هذا؟ وكيف انتشر؟ وكيف أصلاً طلع مرض يؤثر على لعبة كمبيوتر؟ كل هذه الأسئلة راح نجاوبها لكم في هذا الفيديو. قبل ما نبدأ لا تنسون أضغط اللايك واشتركوا بالقناة. معكم هادي الشيحة، والحين خلونا نبدأ. في عام 2005 وبالتحديد في شهر سبتمبر تم إضافة ريد في اللعبة باسم زول جروب، وعبارة عن مهمة جماعية لعشرين لاعب مستواهم فوق الستين. وفي النهاية راح يواجهون زعيم اسمه هاكر ذا سول فلاير، وعنده قدرة أو فيروس يعرف باسم كوربتد بلاد. هو تأثيره يكون بين اللاعب ينقص 200 إلى 300 من نقاط الصحة كل ثانية. وطبعا اللاعبين في مستوى 60 تكون صحتهم فوق 4000، والقدرة هذه يختفي تأثيرها مع الوقت. لكن كان فيها خاصية هي اللي بدأت كل شيء. الخاصية هذه أن الفيروس يقدر يعدي اللاعبين اللي حولهم، وبالتحديد اللاعبين الموجودين في نطاق 100 متر من المصاب. يعني أي لاعب يكون مصاب ويكون حوله لاعبين أصحاء راح ينعدون منه ويصابون بنفس المرض، وهو الكوربتد بلاد. طبعا فكرة القدرة هذه هي أنها تكون فقط مفعلة داخل مهمة الزول جروب ريت. يعني لو خلص اللاعبين وهزم الزعيم وطلعوا من الإضافة راح يختفي أيضا تأثير فيروس كوربتد بلاد. لكن صار شيء ما كان في الحسبان ولا المطورين فكروا فيه من الأساس. بعض اللاعبين كانوا من فصيلة الهانتر كلاس وكان عندهم حيوانات يستخدمونها للقتال. المصيبة أن هذا المرض كان أيضا ينتقل إلى الحيوانات، ولما طلعوا من الإضافة انلغت خاصية كوربتد بلاد من اللاعبين، لكن ما انلغت من الحيوانات. والمصيبة الأكبر أن داخل الإضافة يكون المرض واضح على اللاعب لأن جسمه يتلون أحمر، لكن الحيوان المصاب ما يبين عليه أي أعراض للمرض. وطبعا الحيوان راح يعدي صاحبه، وصاحبه راح يعدي الناس اللي في المدينة حوله بنطاق 100 متر، وإذا كان اللاعب يمشي راح يوزع المرض. وبكذا صار المتوقع، والفيروس انتشر في كل مكان في اللعبة لدرجة أنه كان يؤثر في شخصيات الكمبيوتر أو الـ NPC. والمصيبة الأكبر الشخصيات هذه ما راح تحذرك أن فيها فيروس ولا يبين عليها الفيروس، يعني راح تعديك مجرد ما تقرب منها، وهذا الشيء اللي خلى فيروس كوربتد بلاد يعدي السيرفرات بشكل مرعب، وأدى إلى إصابة 2 مليون لاعب. وأكثر الناس اللي تضروا منهم هم اللاعبين اللي توهم بدأوا اللعبة واللي مستواهم أقل من 20، لأنهم راح يموتون بسرعة بسبب نقاط الصحة عندهم منخفضة. الغريب أيضا أن المرض مع أنه انتشر بشكل مخيف إلا أن أيضا في لاعبين ما تأثروا منه لأسباب مجهولة ما حد يعرفها. في لعبة واو وصل أمر إلى أن الفيروس أثر في 90% من السيرفرات وخرب المتعة لكثير من الناس المبتدئين خصوصا. أما بعض اللاعبين اللي مستواهم عالي بدأوا يعالجون الناس من المرض بينهم يرجعون نقاط الصحة لهم، لكن حتى اللاعبين هذولي جاهم المرض وتأثروا منه. المرض انتشر في اللعبة لدرجة أن مواقع الأخبار العالمية قامت تتكلم عنه، وشركة بليزر حاولت أنها تحل المشكلة بأنها عزلت اللاعبين المصابين والغير مصابين عن بعضهم. لكن في لاعبين مصابين راحوا لمكان غير مصابين وعدوهم كلهم، بعضهم راحوا يشوفون الوضع كيف، وبعضهم قرروا أنهم ينشرون الوباء عنية عشان يقتلون اللاعبين المستجدين. بعدها أطلقت بليزرد باتش أو تحديث لحل المشكلة، وأخيرا انحلت واختفى المرض من السيرفرات ورجعت الحياة للعبة واو إلى طبيعتها. لكن قصتنا ما انتهت، لأن بعد اللي صار في لعبة واو تم التواصل مع أحد منتجي اللعبة من قبل منظمة مكافحة الوباء العالمية CDC، وطلبوا منهم معلومات أكثر عن اللي صار، لأنهم يعتقدون أنهم يقدرون يستخدمون سيرفرات اللعبة في محاكاة أمراض وبائية حقيقية. وقالوا ايضا ان الاعراض والخطوات اللي صارت في اللعبه قريبه من مرض السارس اللي انتشر عن طريق الطيور، وراح يساعدهم في التصدي للاوبئه المعديه. ورد عليهم المنتج ان اللي صار كان بق او خطا برمجي في النظام، وحلوا المشكله وما في شيء يستاهل كل هذا الاهتمام. هذه كانت قصه انتشار وباء الكوربتد بلاد في لعبه واو، وانتم ايش رايكم؟ هل فعلا يقدرون الاطباء انهم يدرسون اللي صار ويلقون حلول من خلال المحاكاه؟ اكتبوا رايكم في التعليقات تحت، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه. كان معكم بعد الشيحه، يعطيكم العافيه ومع السلامه.